يعني اليد يا عالي. انا ساعة ما شفت الفيديو صعبت عليا نفسي، خدت والدتي وطلعنا على مركز الشرطة بتاعنا، مركز الشرطة، ووالدتي عملت فتحت محضر. طبعا خدوا اجراءات والدتي واقوالها، واذا اجى رئيس المباحث بعت لي خد اقوالي. الفيديو ساعة ما انا دخلت اصلا من باب الشقة، دخلت اول حاجة وطيت وبوست رجل والدتي حاجة، وهفضل يعني مش هيكفيني حب الأمي، والله ما هيكفيني حب الأمي. زي قلت له خلاص، أنا حتى لو والدتي رضيت عن مرتي أنا مش هرضى إن مرتي تعيش معايا دقيقة واحدة. نزل لنا التزويج، حق أمي أبدا من بنتي. لا، أنا هاخد حقي بالقانون، انا حقي هاخده بالقانون. انا ما كنتش ناوي ان انا ارفع الفيديو نهائي نهائي، عشان انا عندي ولاية، انا عندي بنتي. طب رفعته ليه؟ رفعته الهدف واحد، الهدف ان والدتي كلمتني بتقول لي ان الجماعة بيتهموها ان والدتي هي اللي ضربت مرتي وخنجتها بالطرحة بتاعتها، كانت عايزة تديها حباية غلا. انا حبيت اوري اهل بلدي، بس للاسف ان يعني مش عايز اقول لك ان الفيديو يعني اتنشر على العامه والناس كتير شيرت وعملت مشاركات. وضع بنتي انني ان شاء الله مش هسكت الا لما اخد بنتي، عشان انا مش هنشأ بنتي ان هي مرتي تربي بنتي، ودي اللي انا طالبه من الوزاره ومن كل الناس. ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي طيب خاطرك؟ يعني انا في خطر، مش عارف، انا عايزه العلقه اليد التاليه، انا ده كده انا عايزاه. وانتوا شايفين شفتي زي ما اكون انا انصدمت، قاعده مش في مخها حاجه وما اعرفش هي هتعمل كده. انا مش عارفه ليه هتعمل، انصدمت ساعتها صراحه. يعني كده قلت لازم تنضرب زي ما ضربتني. هو هي سلفتي ولا دمرت ابني؟ دمرت ابني اللي ضربتني. البوابه مقفوله، الناس تخبط، فين وفين لما فتحت البوابه وتقول للناس والله هي اللي ضربتني وهي اللي شدت الطرحه وهي اللي خنقتني.